اللي انا عملته مطبخ ميلاد للصم والبوق، كانت فكرته الاول هي كانت فكره جت حقيقيه كده مني. انا لما كنت ببقى قاعد في البيت مع ماما مثلا، كنا انا وهي بنحب نتفرج على قنوات طبخ واكلات يعني بتتعمل، فكان في دايما حاجه كده بتخليني وانا قاعد مركز في التلفزيون. ماما كانت دايما بتفضل قاعده تبص في التلفزيون، فكل حاجه بتتقال مثلا على لسان شيف من الشيفات اللي بيطبخوا، فكانت دايما ماما تقول لي ميلاد ده بيقول ايه، ميلاد دي ايه، ايه الحاجه دي، فكنت دايما بفضل اترجم لها. في اوقات كتير ما بكونش مثلا قاعد معاها في اكله بتتعمل او حاجه وبتفكر زي اي ست بيت تقوم تطبقها، لما بتعملها بيطلع طعمها ممكن ان في حاجات ما خدتش بالها منها، ايه يتحط ازاي، ايه يتحط قبل ايه، ايه المكونات، البهارات مثلا، الصوصات اللي بتتحط. فكان الموضوع بيستفزني جدا ان هي تبقى قاعده شايفه حاجه بتتعمل بس مش قادره ان هي تطبقها. بعد ما اتجوزت انا بحب المطبخ شويه، اتعلمت منها، بحب الطبيخ شويه. بعد ما اتجوزت انا وزوجتي فكرنا في الفكره دي ان احنا نعمل فيديوهات صغيره كده بنلخص فيها الطبخه اللي بتتعمل او بنشرح فيها الطبخه اللي بتتعمل، بس بلغه الاشارات، بلغه تقدر توصل ليهم ان هم يقدروا يعملوها وينفذوها حرفيا من اولها لاخر، وتطلع فعلا كويسه جدا. ابتدينا ندور ازاي نعمل الموضوع ده. اول فيديو عملناه كنا طبعا قلقانين منه، انا كنت مرتبك شويه من الموضوع ده وكنت خايف منه. زوجتي دعمتني جدا وقالت لي الفكره كويسه جدا وهتنفع الناس، ولو ما نفعتش مش هنبقى خسرنا حاجه، هي فكره بسيطه جدا. عملنا اول فيديو حطيناه على اليوتيوب، فكان التفاعل بتاعه قليل جدا. لما سالنا السبب او اتقلنا كمان من زمايل ماما، فقالوا ان اليوتيوب بيبقى بالنسبه له موقع تواصل صعب شويه، الفيس اسهل. فهم منهم طلبوا مننا ان احنا نعمل جروب ونحط فيه الطبخات دي، وهم نفسهم قالوا ان هو هيقدروا يوصلوا الطبخات دي لاكبر عدد منهم ممكن، يعني تقريبا كل واحد منهم عنده فيسبوك بتاعه وعنده انستجرام وعنده حاجات كتير قوي بيعرفوا يتواصلوا بيها زيهم زي اي انسان طبيعي. لما عملنا الجروب وحطينا اول فيديو لقينا كميه الناس اللي بتتفاعل معانا كبيره جدا. ماما نفسها كانت مبسوطه جدا جدا بالموضوع وكانت فرحانه بيه جدا، ان الحلم اللي كانت بتحلمه تقريبا طول فتره حياتها وكانت بتحكي معايا فيه وتقول انا نفسي يبقى في حاجه زي كده ابتدى ان هو يتحقق ولو بطريقه مبسطه شويه. كمان زمايلها في الكنيسه او في اي مكان هي بتروحه لما كانوا بيتقابلوا معاها ويتكلموا معاها ابتدوا يقولوا لها قولي لمناد ان الفكره كويسه جدا، بحكم ان هي بتقدر تشوفهم تقريبا كل اسبوع من اجتماعات بتاعه الخدمه وانا ما ببقاش شايفهم، فكانت بتوصل لي ان الناس محتاجه فيديوهات اكتر من كده. ابتدت الناس تخش تكلمني وتطلب مني طبخات معينه اقدر اعملها لهم يعني، فكنت فعلا بلبي حاجه زي كده، بشوف الافضل طريقه بتعمل بيها الاكله دي، وكنت طبعا الاول بجربها عندي في البيت ولما تطلع كويسه بصورها. كنت انا دايما بقف قدام الكاميرا اصورها وانا في المطبخ وبعملها، وكانت دايما زوجتي بتقف ورا الكاميرا هي بتبقى مجهزه كل حاجه، بتحضر المطبخ وبتحضر الحاجات اللي بعمل بيها وبتشتري لنا الاكل وبتعمل كل حاجه. من هنا الفكره ابتدت تكبر جدا، نفسي اوصل لاكبر عدد ممكن من الصم والبكم موجودين في مصر. هم طائفه مش قليله، هم عددهم حوالي 5 مليون شخص في مصر. الجروب بتاعي دلوقتي حوالي العدد اللي فيه كويس جدا، بيتبسطوا جدا لما بنزل حاجات جديده، ولما بفضل قاعد فتره كبيره ما بنزلش هم نفسهم بيطلبوا بيقولوا نزل لنا حاجه جديده. وبحاول ان انا بكون معاهم خطوه بخطوه في اي حاجه بعملها، ونسالهم كمان ايه اللي نفسهم يعملوه عشان اعرضه لهم. الجروب بتاعي اسمه مطبخ ميلاد للصم والبق. كتير من الناس لما دخلوا في الاول كانوا صم وبكم بس، انا كنت بعمل فيديوهات اشارات بس، حبه حبه الناس ابتدت ان هو يبقى فيه كمان فويس معاه، ابتديت اعمل ده. وبتمنى طبعا ان اي حد عنده اي شخص من الصم والبكم حابب ان هو يتعلم الطبخات اللي بتتعرض دي يا ريت يدخله على الجروب، وهيكون من اهل الجروب يعني.